طب استاذ علي، حضرتك عندك تفضيل للاعمال الكوميديه لانه اعمالك يعني في منها كتير اعمال كوميديه، هي كلها انا ده تفضيل شخصي ولا ده اللي لا كان؟ لا 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 انا بحب الفيلم الكوميدي. انا بصي هقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. الفيلم الكوميدي عايز بساطه في الاداء، واحنا للاسف اتربينا على ان احنا ندي جوائز ونعطي اهميه كبرى للمبالغه التمثيليه وللافلام اللي فيها صريخ وصوت عالي. الفيلم الكوميدي ما فيهوش الكلام ده. الفيلم الكوميدي ابسط، الفيلم الكوميدي اعمق، الفيلم الكوميدي بيتكلم فيه حاله انسانيه كده ما بين واحد وصديقته، صديق وصديقه، اسره يعني فيلم ام العروسه ده. في ايه؟ ما فيهوش صريخ، ما فيهوش صريخ، الراجل بيعاني وعايز يجوز بنته وعنده 7 عيال ومش عارف يسرق ولا لا ولا يعمل ايه؟ انما انت لا ترى، سوري انا اسف، انت ما بتشوفيش ما بتشوفيش عماد حمدي وهو بيصرخ. عماد حمدي ما بيروحش يخبط في البيت صح. ويكسر الحيطه ما فيش الاوفر في زي اشاعه حب، يعني كوميديا رهيبه وانت لا مش لا لا اشاعه حب قولي لطيف، لا انا بكلمك على فيلم فيه ازمه، يعني البطل بيعاني من ازمه المال، ازمه غلاء الاسعار ومش عارف يجهز بنته وعنده لسه غيرها كتير. او موصلك الاحساس ده ببساطه. انما الاداء عامل ازاي؟ شوفي الجمال الطريقه دي للاسف احنا ما بنحبهاش وما بنديهاش تقدير. احنا على طول نحب الصريخ ونحب المزيكا تبقى عاليه ونحب التخبيط يبقى جامد ونحب الممثل يبقى رعب يعمل كده، والممثل بيحب الكلام ده كمان لان هو كمان بس بيستعمل. مش بيعيش ما ده كبير وسنه زي ما حضرتك قلت سنه سنتين وخلاص. ما هو اللي بيبقى في الاخر اللي بيبقى في الاخر العمل. احنا النهارده بنتكلم على ام العروسه اللي فات عليه 60 سنه. انما في افلام من 5 سنين انت ما بتعرفهاش ولا هتعرفها، وخدت جوائز وتسقيف وشهادات تقدير وتماثيل، انما اتحطت في الدرج. اللي يبقى العمل، اللي يبقى الشريط السينمائي.